وذئاب الجبل لما كان المسلسل يرج الدنيا. طب هو بس هو دلوقتي المسلسل بيتذاع تاني سنة في نسب. ما هو برضو في حاجة يعني في ناس بتقول لك زمان المسلسل كان بيرج الدنيا لأن هو مسلسل اللي بيتعرض بتاع 7:30 دوت ومصر كلها بتشوفه يعني كده كده هتشوفه. والله طب ودلوقتي المسلسل اللي في كل في السوشيال ميديا واليوتيوب ونازل في كل حتة في الدنيا بيتكرر وبيتشاف كتير قوي قوي قوي، فرصة المسلسل زمان كانت يا عيني الفرصة اللي بيتذاع ويتعاد فيها، دلوقتي بيتعاد 500 مرة. ولا زلنا فاكرين رأفت الهجان، ولا زلنا كل ما بيجي رأفت الهجان وكل الأجيال حتى الصغيرين طبعا بيقعدوا يتفرجوا على رأفت الهجان تاني. ليه؟ ليه لحد دلوقتي بنتفرج عليه؟ وليه لحد دلوقتي هوان مجرني سيسي لما بيتعاد الناس بتتفرج عليه؟ رد على سؤالك. لا يعني انا ما انا خلي بالك انا انا في حاجات كتيره انا مش مختلف، لكن انا يعني لازم اتكلم معاكي في لا احنا محتاجين نظره للفن بجد، طبطبه كده على الفن المصري بجد، لانه الفن يعني بقاله سنتين ثلاثه كده سنتين ثلاثه مفيش تنافس. لا يعني ابتدينا يعني نوصل لمراحل تانية مش حلوه، ما بقاش في تنافس، ما بقاش في منتجين ينتجوا. ما ينفعش، لازم يبقى في ناس بتتنافس وشغل والدولة بتنتج لازم. وبعدين الفن بيجيب فلوس مش بيخسر، لما بيبقى فن مظبوط بيجيب فلوس. انت ليكي وجود على السوشيال ميديا وتفاعل ويعني وبتردي على الفانز و انت بتحبي السوشيال ميديا، وهل انت يعني بتعملي ده بحب؟ في ناس بتعمل السوشيال ميديا بيقول لك انا ماليش قوي بس لقيت ان هو جزء من شغلي وجزء من التفاعل مع الناس وجزء من الكلام ده. انت من النوع دوت اللي بتعملي ده عشان هو مهم لشغلك، ولا انت فعلا بتحبي السوشيال ميديا؟ لا انا بحب الناس، مش مساله السوشيال ميديا. انا بحب الناس وبحب يعني انا سهل الاقتراب مني، مش كل الناس كده والفنانين كده. لا يعني انا ممكن اتصور مع اي حد، بتكلم مع اي حد، طول عمري في السوشيال ميديا برد على الناس. يعني عايزه اقول لك احنا المسرحيه بتاعت حمام الست هنا جالي ناس من تويتر ومن انستجرام والفيسبوك كتير جدا، وتصورت معاهم وكده وعارفاهم بالاسم وبقيت مبسوطه. الفانز بتوع الانستجرام والفيسبوك بقى جولنا المسرح.